قادر تمام وعملت ايه اللي حصل؟ نازلين يومنا لناسنا المحترمين اللي عايزانا، اللي عايز فساد هيدي فساد، واللي عايز شرف وامانه هيدي شرف وامانه. الشكوى اللي حضرتك قدمتها للمستشار كانت بتنص على ايه بالظبط؟ الشكوى بتقول ان موظفين النقابه ممنوع تواجدهم داخل حرم النقابه. ممنوع تواجدهم داخل الحرم لان الموظفين ثلاثه قرايب، واحده واختها وجوز اختها، دول ثلاثه ومعاهم مرشح مجلس. ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ في حالة وجود حضرتك ان شاء الله كنقيب، ايه التطهير اللي هتعمله في اول اجراءاتك؟ ربنا كريم، ربنا كريم، ادوات كتيرة التطهير بتبقى ادوات كتيرة. الرسالة اللي عايز توصلها يا مصطفى. للنقابة عامة. ولا أي رسالة، بنقول يا رب يا كريم، يا رب انصر الناس الصالحة لهذا الكرسي، لأن وراهم ناس كتيرة غلابة وبسطاء، في ناس بسطاء كتير مش عارفة تعيش حياتها. وفي ناس دون المستوى قاعدة عملت ملايين من وراء النقابة. فأنا رسالتي بوجهها لربنا سبحانه وتعالى مش لجمال. شايف إن النقابة الأربع سنين اللي فاتت تعرضت لظلم وكه؟ آخر سؤال. آخر سؤال. استهتار بس. استهتار. 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 شكراً. الله الموفق.